العندليب والوردة، حكاية من الأدب الإنجليزي. في صباح يوم جميل من أيام شهر تموز، حيث يتساقط الندى على أوراق وورود الحديقة الجميلة، غنى العندليب. العندليب الذي غنى في الحديقة يبدو اليوم سعيدا وفي حالة من الفرح والمرح. إن صوت العندليب يعكس مزاجه، ولكن في نفس المكان وفي نفس الوقت كان هنالك من يبكي ويندب حظه منذ فترة طويلة. سيلفيو، ماذا بك هذا اليوم؟ لا أعرف ماذا أفعل، لم أعثر على وردة حمراء في أي مكان يا عزيزي. حمراء؟ وأخبر الصبي العندليب لماذا هو يبحث عن وردة حمراء. أيها العندليب، أنت تعرف جوليا حبيبة قلبي، وسيقام الحفل الرائع غدا مساء. سوف أرقص معك في الحفل إذا جلبت لي وردة حمراء يا عزيزي. تخيل الأمر، أوه يا للروعة، أنا أراقص جوليا أمام الجميع، إنه يوم سعادتي. أريد وردة حمراء، لقد اكتشفت الآن بأن ليس هناك وردة حمراء يا عزيزي. فهمت، تعني إذا جلبت لك الوردة ستصبح سعيدا؟ كان العندليب يحب الصبي كثيرا، لذلك قرر أن يجلب له وردة حمراء. هناك، مرحبا أيتها الوردة، أرجوك أريد وردة حمراء. أنا آسفة جدا، لأن وردي لونه أبيض فقط، أبيض من الثلج على قمة الجبل. مسكين العندليب، شجرة الوردة البيضاء لم تستطع تحقيق طلبه. شكرا لك. مرحبا أيتها الوردة، أرجوك أريد وردة حمراء. المحضر يا عزيزي، وردي لونه أزرق. نعم. ثانية لم يستطع العندليب أن يحقق طلب سيلفيو بالحصول على وردة حمراء. ليس هنالك وردة حمراء في أي مكان قريب. ها، مرحبا أيتها الوردة، أرجوك أريد وردة حمراء. أنا آسفة، إنه أمر مستحيل. مستحيل؟ لماذا؟ في الواقع أنا أزهر وردة حمراء اللون، ولكن ليس لهذا العام، والسبب هو البرد القارس الذي أصاب جسمي في الربيع. انظر إلى أغصاني كم هي يابسة. هناك طريقة واحدة تمكنني من ذلك. ها، هل هذا صحيح؟ من الممكن أن أستعيد قوتي وأن أضع وردة حمراء كلون الدم الأحمر، وهكذا تفي أنت بوعدك لسيلفيو، ولكن بالمقابل ربما تموت أنت. ها؟ إذا كان هذا لا يهمك، تعال إلي عندما ينتصف القمر في السماء وسوف أحقق لك أمنيتك. لا تنسى، يمكن أن تموت من أجل ذلك. بالنسبة للعندليب كان عرض الشجرة الحمراء مفزعا. كما قلت لك، يمكن أن تموت. إذا كان ذلك لا يهمك، يمكنك تحقيق رغبتك في الحصول على الوردة الحمراء. يمكن أن تموت. موافق. ماذا تقول؟ تعال إلى قمة التل غدا صباحا، وسوف تجد هناك وردة حمراء. أيها العندليب، كيف عرفت؟
سيلفيو لا تسألني أرجوك، ولكن عدني بأنك ستكون سعيدا مع جوليا. مع السلامة سيلفيو. وهكذا قرر العندليب أن يضحي بحياته من أجل أن يحصل سيلفيو على الوردة الحمراء. تبدو وكأنك مستعد للتضحية. نعم. إذن اقترب مني أكثر. تعال إلى هنا، اقترب أكثر، والآن ادفع بصدرك نحو الشوكة. هل أنت خائف؟ وهكذا تقدم العندليب نحو الشوكة أكثر فأكثر. جيد، أكثر، اقترب أكثر. عندما تنغرز الشوكة في قلبك سينتقل الدم من جسمك إلى عروقي. حياتك ستسير في عروقي. عندئذ سيكون بمقدوري أن أزهر وردة حمراء. ادفع، ادفع صدرك بقوة نحو الشوكة. إن الوخزة تعني انتقال الدم من العندليب إلى الشجرة. أعمق، أعمق، أعمق. وانغرزت الشوكة أعمق وأعمق حتى وصلت إلى قلب العندليب. وأعاد دم العندليب الحياة إلى شجرة الورد الأحمر. رائع، رائع، لقد أعدت الحياة إلي. سيلفيو ستحصل على الوردة الحمراء. وهكذا تفتحت وردة جميلة حمراء مقابل حياة العندليب الوفي. هكذا ضحى العندليب بحياته من أجل الوفاء بوعد قطعه على نفسه. وردة حمراء. العندليب مسكين. يا إلهي. سيلفيو هدني بأنك ستكون سعيدا مع جوليا. هدني. شكرا لك أيها العندليب، سوف لن أنساك أبدا. لقد جلبت لك الوردة الحمراء كما طلبت. هذه الهدية الغالية أقدمها لك من الأعماق يا حبيبتي. حسنا، ولكني لا أستطيع أن أخذها. لقد أهداني جورجيو عقدا رائعا، ووعدته بأن أصطحبه إلى الحفل الراقص. إلى اللقاء. اذهب الآن يا سيلفيو. جوليا. جوليا. يا لسخرية القدر، لقد ضحى العندليب بحياته من أجل الوردة الحمراء ومن أجل سعادة سيلفيو وجوليا. آسف يا صديقي،
وهكذا لم تكتمل سعادة سيليفيو، ولكن العندليب المسكين وجد طريقه إلى قلوب جميع الأحبة.